أعزائي، هم سامعين عن النباتات اللي تاكل حشرات؟ Welcome to my channel. سلام، شلونكم أغاتي؟ النباتات اللاحمة أو النباتات آكلات اللحوم، نباتات كيفت نفسها على أكل الحشرات واللحوم داخل بيئات منخفضة التغذية. تحصل هاي النباتات على بعض العناصر الغذائية عن طريق محاصرة وهضم اللافقريات المختلفة. أحياناً حتى الضفادع والثدييات الصغيرة ما تسلم منها. تشكل الحشرات الوجبة الرئيسية وأكثر العناصر لمعظم نباتات آكلات اللحوم، ومرات يسموها آكلات الحشرات. موطن هاي النباتات أكثر شيء بالمستنقعات، لأنه تكون تركيز المغذيات هناك منخفض، بس الماء وأشعة الشمس وفيرة موسمياً. تم العثور تقريباً على 13 نوع من هاي النباتات داخل مستنقع واحد. أعزائي، مثل ما تعرفون، معظم النباتات تمتص النيتروجين من التربة من خلال جذورها، بس النباتات آكلات اللحوم تمتص النيتروجين من فرائسها الحيوانية من خلال أوراقها المعدلة خصيصاً اللي تعمل كمصائد. أعزائي، تحتوي نباتات آكلات اللحوم على ميزات لجذب الفريسة، حبسها وقتلها وهضمها وبعدين امتصاص عناصرها الغذائية، يعني تخلصها كل شيء متبقي بيها. عدد من هاي النباتات لها بعض هاي الخصائص، وتوجد أيضاً بيها غدد تفرز مواد لزجة بالعديد من الأنواع مال هاي النباتات. أعزائي، كل نبتة وعدها في الطريقة معينة حتى تصيد بيها الحشرات. مثلاً المصائد مال نباتات الأباريق عبارة عن أوراق مطوية في برك عميقة وبنفس الوقت زلقة مليئة بالإنزيمات الهاضمة. وعدنا نبات ورق الذباب عبارة عن أوراق مغطاة بالغدد المطاردة اللي تنضح بالصمغ اللزج وأيضاً تصيد فرائسها. ولأنه ما تمتلك هاي النباتات جهاز هضمي، فمعظم النباتات المفترسة تقوم بهضم ضحاياها من خلال إفراز إنزيمات محللة، وقسم من هاي النباتات يعتمد على إنزيمات تفرزها البكتيريا حتى تقوم بتحليل الفريسة ويمتص النبات الجزيئات المتحللة. وأكو نباتات تعمل على طريقتين سوية، يعني تشتغل بالحالتين. تكون هاي الإنزيمات عبارة عن إنزيمات قادرة على هضم جسم حيواني يحتوي على البروتين والدهون. قولوا لي، هم يعجبكم تربوا هيك نوع من النباتات؟ كتبوا لي. في مالنا.